الآن. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ ريهام. صباح الخير. إيه أخبار الشبورة أولا وأحوال الطقس النهاردة لحد آخر اليوم كده، ما هو المتوقع لها؟ يا الشبورة موجودة طبعا حضرتك اعتبارا من وقت الفجر، وهتستمر معانا لغاية الساعة 9 الصبح تقريبا على كل الطرق الزراعية، وبنخص منها بالذكر خلال هذا التوقيت المؤدية من وإلى مدن القناة، خاصة طريق القاهرة الإسماعيلية. الرؤية عليه متدهورة تماما الآن، وعلى بعض الطرق زي المؤدية من وإلى شمال الصعيد ومحافظات الوجه البحري. يمكن القاهرة عليها شبورة مائية خفيفة مقارنة بال 48 ساعة المنقاضية. بالنسبة لحالة الطقس، هو هيميل للبرودة خلال ساعات النهار النهاردة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري حتى محافظات شمال الصعيد، ولكنه بيميل للدفء على جنوب الصعيد عند الأقصر وأسوان وبالمثل عند شرم الشيخ والغردقة. أما أثناء الليل طبعا شيء طبيعي، الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة والطقس شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية. اليوم أيضا هناك احتمال كبير لسقوط الأمطار على المدن الساحلية. في المقام الأول مطروح اسكندرية، بيمتد تأثير هذه الأمطار على محافظات شمال الوجه البحري. أما بالنسبة لباقي أنحاء الجمهورية تكاد تخلو تماما من فرص سقوط الأمطار. النصيحة اللي حضرتك بتوجهها للي بيسمعنا دلوقتي قبل ما ينزل متجه لعمله علشان يعني يتجنب أي مخاطر بسبب الطقس لا قدر الله؟ هو درجة الحرارة في القاهرة الآن 11 درجة مئوية، الطقس طبعا بارد مفيش شك حضرتك، ابتداء الملابس الثقيلة بقدر الإمكان لكل السادة اللي هيبتدوا يخرجوا من منازلهم الآن، السادة المسافرين عبر الطرق الزراعية القيادة بهدوء كامل نظرا لانخفاض الرؤية عليها بسبب تكون الشبورة المائية. الابتعاد عن الأنشطة البحرية عند منطقة خليج السويس تحديدا نظرا لسرعة الرياح هناك بدورها بتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وده شيء طبيعي طبعا خلال فصل الشتاء. التوقعات بتشير قدامنا إن اعتبارا من مساء اليوم والغد هيمتد تأثير سقوط الأمطار على بعض من المحافظات أخرى زي القاهرة حضرتك، ولكن هتكون أمطار خفيفة، فبرضه تحسبا اللي هيبتدي ينظم نفسه للخروج أو للسفر يبقى فيه شمسية أو غطاء للرأس أو أي شيء من هذا القبيل. بشكرك دكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية على هذه النصيحة لكل مواطن وقراءة الطقس المتوقع النهاردة.